السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلكم مزيان؟ كلكم بخير؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا مزيان. غادي بكم المحل ديال راجلي ونديروا فيه واحد الدويره ونوريكم شنو عنده، وكذلك انا بغيت نتقدى السلعه على حساب رمضان باش نصاوب السلو، وكذلك ان شاء الله بغيت نصاوب حتى شباكيه الا كنت بصدي ربي. ايوا قلت راسي علاش لا، رانا نستغل الفرصه منها انا نتقدى، ومنها كذلك ندير لكم واحد الفيديو، ندير لكم واحد التور في المحل ديالو. واللي بغى يجي لي هنا في النواحي ديال الكاريكات وبغى يجي لي مرحبا به في اي وقت. راه كيبقاو خدامين يعني 7 دايز، يعني 7 ايام في السيمانه من 9 الصباح حتى لديك 9 ديال العشيه. يا بسم الله، هذه هي الدخله. جيت مع ديك التسعود قد قبل راجلي صافي سد المحل، وبقيت انا داخله كندور على خاطر خاطري. المهم هاد البلايصه هادي هي جيت لعكيس وعنده هنا العصيرات، وهنا عنده التمر على حساب رمضان، وما شاء الله تبارك الله كرتونه قداش، والتمر زوين كاليتي زوينه، والثمن ديالو كذلك راهني مناسب رخيص. عنده بزاف هنايا ديال الاشكال والانواع ديال التمر. غادي نحاول ان شاء الله غندير واحد الدوره خفيفه ظريفه. المهم في ديك التليجيه ديك الثلاجه فيها شويه ديال الخضر، المهم يلاه داروها صراحه، الخضره ما كانوش دايرينها في الاول، يلاه دارها، ومازال ان شاء الله غادي يزيد ثاني يوسع ديك البلايصه ديال الخضره. المهم هنايا فيها شويه الدنجال، الخيار، الفلفله، اللوبيا، المهم القريعه، الخضراء، النويعات، وكل المطيشه. المهم ماشي نبقى نذكر لكم هنا بالتفاصيل. وهنايا عنده ديك البلاصه ديال الانواع والاشكال ديال الروز، كعارفي كل دوله واش من الروز ديالها كتبغي، هو ما شاء الله كيحاول يوفر لكاع الكاستمر ديالو كاع السلع اللي كيبغي واللي كيحتاجو. هنا كاين الخبز، الانواع والاشكال ثاني كذلك. كاين هذه هي البلاصه ديال العكاس، وكاين هنا الطابلوات ديال ايات قرانيه ديال المهم اللي باغي يعلق في الدار وداكشي، شويه الديكورات. هادوك زوين، دوك الطباصل ديال الديكور اللي مكتوب فيهم الله محمد عليه الصلاه والسلام، دوك زوينين انا عندي في الدار. وهنايا هنا غادي نخرجوا في هذاك الديبارتمنت ديال الطباصل ديال الديكورات ثاني ديال الكويسات، وهنا ديال الشكاكلات. الشكاكلات يا الشكاكلات خلاو حتى من داك الطاغير ديال المغرب، من الطونيك، من الانواع والاشكال ديال الكوكيز، يعني كوكيز ديال التركيين، كوكيز ديال اليمنيين، كوكيز ديال المهم العرب بصفه عامه. كما قلت لكم كيحاول دائما يوفر كاع السلعه اللي كيبغيو الكاستمر ديالو. هنا كاينين الانواع والاشكال ديال الصلايات، كاين البرارد ديال المغرب، وديكورات، وكذلك المقيرجات، مقارج، المينطات. المهم غاديش نكثر لكم بزاف بالهضره، غادي نخلي الفيديو هو يدوي الراس، يعني راه كلشي باين في الفيديو. المبايخره ديال المغرب فيه النويعات ديال المبايخرات، ولكن ديك عجبتني بزاف، وراه عندي انا في الدار المبايخره ديال المغرب. هنا كاينين البلاطوات، الكيسان، هادو ديال الديكورات، ولا تحطي فيهم يعني ديال التقديم، تحطي فيهم فاكهه، تحطي فيهم شي حليوات، وغادي هكاك حتى هادو صراحه زوينات. وهنايا كاين دوك الطبيصلات بحال هاد ديال المغرب،
كاين دوك السوبرات اللي كيتقدموا فيهم الحريره، وهاد الطويجنات صغيورين ديال الملحه والكمون والبزار. بحال هاد السلعه هادي ما كتكونش دائما متوفره في اي بلاصه صراحه. كينفعونا هاد حلال ميت، حلال ميت بحال هكا اللي كيجيبوا السلعه حتى ديال المغرب، وكيجيبوا حتى الطويجنات وداكشي. هنا كاين دوك الطاوات، هادو كيستعملوهم اليمنيين بزاف. هنا كاين الطنجيات، كاين المجمر، كاين القصريه، داكشي كلشي كاين في اللعبه، كلشي كاين تبارك الله ما شاء الله. هنا الكيسان، المهم هادو ثاني بلاطوات، هادوك ثاني داك القصريات اللي كيكونوا ملونات اللي فيهم الديكور. وهنايا دزنا البلاصه ديال اللحم، هنا فين كيتقطع اللحم. وهنا كما كتشوفوا كاين هذيك شوكيس اللي فيها المهم كي فيها داكشي اللحم مقطع والانواع الاشكال. انا غادي نحاول ان ندوز لكم من الجهه الاخرى، فلا وانا مولات الدار ندوز مبقشش من الداخل تبارك الله الدنيا نقيه ما شاء الله، ماشي بحال شي حاله الميتات كتلقاي الخنز والزبل ولا الوسخ وداكشي. لا الحمد لله هادشي كلشي نقي ما شاء الله. هنا كاين داك هنا كما كتشوفوا كاين الكاشير، كاين السلامي، هنا تما داك الطاوه ديال الدجاج، وكما كتشوفوا مغلفين بالبلاستيك ديالهم صافي تجمعوا داروا هنايا في الثلاجه، ديرها بحال الثلاجه كتبقى مخلي داكشي بارد. هنا تشيكن وينغز، جنيحات ديال الدجاج، هنا الكاشير، الانواع والاشكال. فريمون عندهم داكشي نقي وزوين، ودائما كيكون عندهم حتى الصوصيط، والصوصيط راه حاجه يعني فريمون كاليتي، اللي خذا ما شاء الله كيحمق عليه. هنا كاين الشوكيس ديال البقري والغلمي، حتى هو هنايا كيقطعوه يحطوا داكشي بحال ماكاك. فريمون الدنيا نقيه 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 بزاف الحمد لله ما شاء الله تبارك الله، الله يكمل عليهم بالخير يا ربي. هانتوما شتو حتى من هذا الكونتور وداكشي كلشي نقي كلشي نقي. ريحه الخنز تاع اللحم ما كتشميهاش نهائيا. هنايا رجعنا ثاني وسط السلعه، هنا كاينين داكشي ديال الشعريه ديال السليفر ميسال ديال الشناوه. هنا الانواع ديال السردين، الطون والحرور، المهم كلشي تبارك الله يعني محل ما شاء الله في كلشي. غادي ان شاء الله ما نبقاش نحاول نطول عليكم في الهضره، غادي ندير واحد الدويره خفيفه ظريفه، ومن بعد غادي نوريكم حتى اشنو خديت، اش من سلعه خديت انايا باش نبدا نوجد السلو. ومهم تحضيرات رمضان، خليكم مع الفيديو. هنايا عندهم هذوك الطبيلات الصغارات بحال شكل تاع المغرب اللي كيداروا سيرتو في العروبيه وداكشي اللي كيتحطوا في الارض ديال الجلسه ديال الارض، هذوك الطبيلات الصغارات. هنا الانواع والاشكال ديال الاقامه، كاينين تبارك الله حتى الطويجنات. هنا كاينين الانواع ديال الدقيق هكا كعب يعني عبار كتهزي غير بالعبار. انا هنا كنحل، قلت راجلي حل باش نوريكم. هنا هذه السميد، هنا كاين تاني المهم فيه هنا في الاشكال والانواع ديال الدقيق. هنا الانواع والاشكال هكذاك حتى ديال الاقامه. هنا بالنسبه لحساب رمضان الانواع والاشكال ديال الالزا الفلون ديال الدقيق. هنا انت كناخذوا هنايا بزاف حتى هذاك ديال الشعير فريمون كيجي زوين. هنا سلعه ديال الاتقان، هادشي ميكست كلشي كاين، هذا تاع مجرباه، الاخر تاع مجرباه، الفيلم مجرباه زوينين.
هنا اللي باغي الخيش كبير ديال الدقيق، هذه هول ويت يكون الدقيق الكامل. هذا ندوزو نتقداو طحنا دابا نقدا شنو اللي خاصني. حتى هذا زوين صراحه، هذا كنستعملو حتى هو زوين. المهم انا غادي نخلط بيناتهم. دجاج كارم، فلفلة كارمة، شنو هذا الحامض، هذه الحنة بالورد، هذه الحنة الكحلة ديال الشعر، هذا الشيء هذه الحنة هذا الولد ما رأيته الصراحة. هذه واعرة، هذه فتا مجربها أنا واعرة. باقي كيتصاوب المحل، مازال باقي كيتصاوب شي بلايص. شتو كاين الكراسي تاع داخلهم دابا. Okay, I can hold it. How can I hold it? Can I hold it? Mama, you! Foot. Mama? Mama, no more. I want Mama, more. No more. I want more. So I can have more. Good job, Yasin. Can I have more? How are mommy dealing? Oh, is this a spy? Yeah. You put her for me? Mm-hmm, I did. بسم الله. ياسين فين غادي؟ ادرينك. بسم الله الحاج، شرب حبيبي قبل ما تدفق.
ها اللي قلنا ماما هلك. او نو يا قلت لك ما تطلعش تما. يلا شرب شرب كاسك، يلا فينيش يور كاب باش نغسلو. يلا جود جاب. هاد النوني هذا زوين بزاف، كنشربو انا وكذلك وليداتي. يا لين كيعجبك مامي هذا النوني؟ يا لين يا سين اش درتي الخرماج؟ اش درتي؟ كعمرتي حالتك. عطينا الراي ديالك اسيدي، قلنا واش كيعجبك النوني. يا سين لوك اشنو؟ المهم هاد النوني هذا فيه بزاف تاع الفوائد، منهم كيحمي الخلايات من الموتاسيون، زعما ما كيتحولوش الخلايات سرطانيه. الله يستر. ومزيانين لحسب اللي عنده السكر، مزيان لحسب اللي عنده الطونسيون، وكذلك كيساعد لحساب المفاصل، سيرتو المشاكل تاعت المفاصل فريمون واعر هذا بزاف. وكذلك كيساعد في تهدئ الاعصاب بالنسبه لي عنده ستريس. غير قرعه واحده، شوفوا ما شاء الله فيها بزاف تاع الفوائد، وهذه عن تجربه انا دائما كنشربو، ووليداتي كذلك كيقوي لهم كذلك المناعه ديالهم، وكيحتفظ لهم تما كذلك على المورال ديالهم تما، يعني على حسب الستريس اللي كيكونوا يعيشوا تما في النهار ولا في السكول مدرسه بالنسبه للدراري اللي كيقراو. يعني فريمون زوين، و كيساعد كيما قلت لكم حسب المناعه، راك عارفه المناعه يعني راه هي كلشي في الجسم، دونك كذلك كتحارب ملي كتكون المناعه ديالك قويه راه كتحارب جميع الله يستر يعني جميع الامراض. فريمون زوين وخطير، والذوق ديالو طبيعي، يعني الذوق ديالو زوين والشكل ديالو بحال العصير. راك شتوني كنت كنخويه لوليدات ديالي. انا اللي بغات تاخذو بالنسبه للناس اللي ديال امريكا غادي نخلي لكم اللينك ديالكم حداه الرايه ديال الامريكان، وبالنسبه للناس اللي باغي ياخذهم يعني هما في ايطاليا مثلا فرنسا كذلك تما غنحط لهم الرايه ديالتهم حدا داك اللينك باش ياخذوا. وهاد النوني البنات راه زوين بزاف، حتى بالنسبه لينا حنايا في رمضان، دابا كاينه من الليل رمضان قرب، يعني كيساعدنا باش حتى حنايا نكونوا مزيانين، وكنوفروا كاع الفيتامينات اللي كيحتاج الجسم ديالنا، يعني باش حتى الصوم يدوز مزيان. ايوا ان شاء الله يا ربي يدخلنا هذا رمضان بالصحه والسلامه وبالرزق وبالتيسير وبالهنا وبأي حاجه زوينه يا رب العالمين، وبشي حجه اي واحد يا ربي الله يرزقه شي حجه يحج ويزور داك المقام الزوين اللي كنتمنوا يا ربي كنا نزوروه ان شاء الله يا رب العالمين، وليسر الامور، وبشركم مباركه ورمضان سعيد.